الخبر الثاني يقول: زرافة الفيسبوك تدر أموالا طائلة لحديقتها. أصبحت زرافة أبريل مشروعا مدرا للمال لحديقة حيوان صغيرة في منطقة ريفية بعيدة عن نيويورك الحضرية، وذلك بفضل حملها وولادتها التي بثت مباشرة على فيسبوك، بما أثار إعجاب المشاهدين في أنحاء العالم. أصحاب حديقة الحيوان أنيمال أتفرش باك أو بارك يرفضون التصريح بكم ربحوا من جميع المشاريع المتعلقة بأبريل، ولكن خبراء التسويق المتخصصين في حملات الإنترنت المتداولة يقدرون بتحفظ الأرباح بمئات الآلاف من الدولارات، وتشمل تلك المشاريع بث مباشر برعاية شركة تويز آر إس وحملة قم بتمويلي ورسائل نصية مالية وخطط تصنيع ملابس وبيع قمصان وقبعات ودمى. ونقلت أسوشيت بريس عن مالك الحديقة جوردان باتش أن العائدات ستقسم بين تحسين الحديقة والمساهمة في مؤسسة الحفاظ على الزرافة وصندوق لمساعدة الأطفال المحليين الذين يواجهون نفقات طبية غير متوقعة.